بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا الحر الأبي، يا من دفع الغالي والنفيس من أجل حريته وكرامته ووطنه ودينه، يا من ظلم واعتدي عليه واستبيحت دماءه وديره، لن تكون بعد اليوم لقمة صائغة بيد عصابات الأسد وشبيحته وحلفاء الشيطان ونصره. لقد انطلقت ثورتنا المظفرة، وأيدها الله برجال أشداء ميامين، لهم العزيمة وبيدهم البأس، وفي قلوبهم الإيمان والرحمة أشداء على الكفرة، والفجر بأسهم في القتال شديد. نعلن اليوم عن تشكيل كتيبة أحرار طرطوس للعمليات الخاصة التابعة للواء الحرية التابع لتجمع كتائب وألوية شهداء سوريا، وبتوفيق من الله وعونه سنضرب على يد الجلاد لإحقاق الحق ودفع كلمة الله ونصرة الإخوة بالإيمان. وسوف نستهدف بشكل خاص كافة التجمعات الشبيحة والأمن والجيش، ونقسم على بذل كل ما نملك من أجل النصر والحرية التي أصبحت قريبة بإذن الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وسير الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر.